بان لحد الان منذ بدايه الشوط الثاني تظهر لي بان جميع يمكن نقولوا بان جميع الاصابات جاءوا عن طريق هجمات مرتده، فلما تتسجل الاصابه بهذه الكيفيه يعني ان ما كانش ذاك الرجوع الدفاعي ديال الفريق الخصم. اذا واش عنصر العياء اللي بدا تيظهر على فريق نهضه بركان، ولا لان الان فتظن بان الفريق ولا 6 اهداف في الوقت اللي كان المقابله غاديه متساويه. هدف اخر لفريق النهضه البركاني وعن عمليه رفع الكره من قبل لاعب صلاح الدين لوكيلي الذي لا يتجاوز عمره 21 سنه. صلاح الدين لوكيلي يضيف هدف اخر